اكمل لك بس اتفضل. السؤال وهسيب. في فتره كانت صعبه جدا جدا على النادي الاهلي، ما كانش ينفع تمسك العصايه من النص. انا عمري ما مسكت العصا من النص، انا بقول لحضرتك انا هسيب حضرتك عمري. ترد بكل الطرق، لكن ان انت دايما بتمسك العصايه من النص، ان كان بيحدث تجاوزات ضد النادي الاهلي وضد مجلس اداره النادي الاهلي، والكابتن وليد كان بيبقى موجود، وان الكابتن وليد ما كانش بيرد. لا، عمري في حياتي ما حصل اساءه او تجاوز ضد النادي الاهلي وانا موجود وما ردتش. احنا غير مخول لينا في الاستوديو التحليلي ان احنا نتكلم على اي تجاوزات، اي حاجه فيها فتنه ما بين مثلا الاهلي والزمالك، في تجاوز من حد ضد حد، احنا مش ده، بالعكس ده. وانا اظن ان دي برضو سياسه القناه ان احنا ما بنتكلمش في اي حاجه فيها فتنه. القصه كلها في تجاوز بيحصل بيترد عليه بالقانون بس. فهي عايزك تفرق ما بين عملي كمحلل، محلل كوره كمحلل كوره، وما بين بره. انت لو جيت الاستوديو يا اسلام هتشوف يعني ماتشات الاهلي، الدكتور طه اسماعيل وكابتن عماد متعب وانا ممثلين، ده صريخ وصويت. ولو الاهلي جاب جون في اخر ثانيه الدنيا بتولع. حلو جدا كل الناس ده. بص اسمع بس، اسمع دي علشان الناس برضو فاهمها غلط. ونادي الزمالك لما يكون بيلعب مع اي فرقه في الدوري بنبقى احنا نفسنا الفرقه الثانيه تكسب، ونفس الوضع كابتن ايمن يونس، كابتن حازم امام، كابتن محمد ابو العيله، ممثلين نادي الزمالك في الاستوديو. لما الزمالك يكون بيلعب مع فرقه نفسهم الزمالك يكسب، لما الاهلي يكون بيلعب مع فرقه نفسهم الفرقه الثانيه تكسب الاهلي. فهو الفكره في ايه؟ بره الهوا انت انتمائك بنسبه 1000000% وتصرخ وتصوت وتبقى عايز فرقتك تكسب وتبقى عايز اي فريق يكسب الزمالك لانه منافس النادي الاهلي، تمام؟ لكن اما ادخل على الهوا انا بحلل كوره، بحلل مباراه كوره بيحصل في الوقت ده. على فكره ودي نقطه مهمه جدا لان واضح ان الناس زعلت لما انا مثلا قلت بشجع الزمالك في افريقيا. هنتكلم فيها دي نقطه لوحدها. النقطه دي افتكرتها في ايه؟ انا بشجع النادي الزمالك في افريقيا، وده كان بيتقال في وقت فيه تجاوزات من رئيس النادي الزمالك ضد النادي الاهلي، تمام؟ فممكن الناس تكون زعلت في التوقيت ده، بس لو فصلنا دي عن دي، لو فصلنا ان احنا نقول اي تجاوز بيتم الرد عليه قانونيا، وانا مش جهه مخول ليا ان انا اعاقب، المفروض في ناس تعاقب، المفروض في لجان تعاقب، المفروض اتحاد الكوره من السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، بدون ذكر برضو. معلش لازم اقطعك هنا عشان بس حضرتك تكمل براحتك. هو ليه الناس زعلانه من الكابتن وليد؟ ليه؟ بمقدار الحب اللي الناس بتحبه للكابتن وليد، فهي زعلانه جدا من مواقف الكابتن وليد اللي حضرتك بتشرحها دلوقتي. يا رب. خلاص والله. والله دي الحقيقه، والله عمري في حياتي ما عملت غير ضميري. والله. ويا رب الناس كمان يبقى عندها حاجه اسمها معايير تقييم الشخصيه. وانت عايز الشخصيه، فكره ماسك العصايه من النص دي مش موجوده، لان اختلفت مع بيراميدز برئيسه، واختلفت مع الزمالك برئيسه، وادي جمهور الاهلي زعلان مني. يبقى انا ما ردتش ولا واحد فيهم، يبقى كلهم زعلانين مني. فحتى يعني حتى الكابتن حمدي النقاز حتى لما انتقدته طلع وتجاوز وانا ما ردتش وما طلبتش من حد يرد عني، لان انا متعود. ما خلاص وجهه نظره، وممكن يكون متعصب، ممكن يكون، بس قصدي اقول ان انا الحمد لله وشكر لله بعامل ضمير. واتمنى ان الناس يبقى عندها حاجه اسمها معايير تقييم الشخصيه. انت عايز شخصيه عامله ازاي؟ عايز شخصيه، حاضر، نعم، ماشي معاك كده. انت عايز دي؟ هل دي ده الكادر اللي انت بتفكر انك تعده؟ الناس كلها رايحه، كلنا هنمشي. هل انت بتعد كوادر للنادي الاهلي يبقى كده، يبقى ملوش شخصيه، او يبقى ملوش، ولا تقيم الشخصيه بالمواقف؟ يعني ايه بقى محايد؟ اقول لك انا بقى، يعني لما يكون في موقف انتقاد للنادي الاهلي انتقد، ولما يكون في انتقاد موقف انتقاد فني بما انك بتشتغل بتتكلم في استوديو تحليلي، انتقاد يعني انتقاد فني او انتقاد اداري او اي انتقاد. اوكي. اي انتقاد يا كابتن اسلام، لو انت سالتني اي سؤال في الدنيا هرد عليك. في اكتر من كده انا بقول لك اهو. فلو انا عندي وجهه نظر لكن بتتقال باحترام وبدون تجريح وبحب وبعشق للمكان، زي بقى قيس كل الانديه، لو الزمالك كويس في حاجه هقولها، لو الزمالك وحش في حاجه هقولها، لو الاتحاد كويس في حاجه هقولها، لو وحش في حاجه هقولها، وهكذا. فانت لما تلاقي الشخص اللي قدامك ده المعيار واحد، واكبر دليل اهو بقول لك انتقدت نادي الزمالك واتخانقنا وطلع الناس تجاوزت وسكت، انتقدت بيراميدز وطلعت الناس تجاوزت وسكت،
انتقدت، ممكن يكون ده الجماهير اعتبرته انتقاد للنادي الاهلي وزعلت وسكت يعني، انت فاهم؟ لكن في الاخر اتمنى ان الجماهير تفهم طبيعه شخصيتي برضو، علشان في جماهير كتير، بس كمل الاسئله احسن، جماهير كتير فاكره ان انا ممكن يكون عندي مصلحه مع حد. والله العظيم ثلاثه بعدي مصلحه مع حد احتمال. لما دخلت الاعلام من سنه 2004 لغايه دلوقتي، فبقى الحمد لله شغلي من الاعلام، احتمال ده ما عمليش مصلحه مع حد، فما بقتش يعني مش محتاج اطبل لحد، الحمد لله شغال. ولا عايز بقى اشتغل هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، ولا انا عايز ابقى محترم. تمام، بما ان حضرتك بتتكلم على نقطه التحليل، خلينا نروح برضو لنقطه التحليل. يعني مثلا